إلى المرمدة. أهلا بكم. الممثلة مريم زعيمي فصبي للمرميد FBM المواجهة. أعرفها وأعرف إمكاناتها، عرفتها من خلال المسرح منذ سنوات وسنوات. فيما بعد شاهدت عبورها نحو الأعمال التلفزية التي جعلتها تقترب من جمهور أكبر. في فترة البدايات حين تابعت أداءها في عمل مسرحي من توقيع الغائب الحاضر جواد السناني، كنت متيقنا بأنها ستصير إحدى أبرز المشخصات عندنا فيما بعد. كنت متيقنا بأن أحلامها كبيرة وبأن هامش تحقيق هذه الأحلام كبير أيضا. تتحقق بعض من الأحلام وتبقى أخرى معلقة إلى حين، إلى أن يتغير حال القطاع. أن تكون ممثلا موهوبا ومكونا لا يعني بأنك ستنجح في تسلق الدرجات إلى أن تبلغ القمة كما يحصل في أمكنة أخرى. قد تكون موهوبا وبتكوين متين وتبلغ مرحلة معينة ويتوقف الزمن للأسف، ويتوقف المشوار في نفس المستوى، وتتكرر نفس الاقتراحات، وتتشابه الأدوار، ويتوقف مع كل هذا سلم الأجر الذي يتقاضاه. مريم زعيمي نالت شهادة التكوين في المسرح قبل نحو 12 سنة. جربت الاشتغال في الإذاعة وفي المسرح وفي التلفزيون، ودقت باب السينما. باب السينما للأسف مغلق في وجه كثيرين، ومن هم في الداخل أناس جاءت ببعضهم الصدفة أو الاسترزاق وصاروا فجأة يقررون في مصيره. مريم زعيمي في FBM، مرحبا بها عندنا في هذا الموعد الذي عبرت من صيغته الإذاعية قبل أزيد من 4 سنوات. حان موعد اللقاء الجديد لنعبرها. مريم زعيمي ودابا شوف 4 سنين هذه باش كنتي مريتي في الصيغه الاذاعيه ليبوك، بدينا كنقولوا اليبوك. مرحبا بك في FBM، نهار كبير هذا، وسعيد بكل صراحه بانك تحضر في FBM في هذا التوقيت اللي كاين فيه كلام كثير حول المسرح، لانه انت بنت المسرح، بزاف الناس تعرفوا عليك من خلال التلفزيون، ولكن انت كنتي ومازال بنت المسرح، بديتي فيه وما عمرك توقفتي على الاشتغال فيك فيه، وهذه كتحسب ليك على فكره. مرحبا بك مريم. شكرا بلال، شكرا على الاستضافه. انا فرحانه بزاف نكون معك عاوتاني بوغ لا دوزيام فوا بلاتو في راديو. ايوا توكل على الله. توكل على الله، توكل على الله. الناس اللي مروا من قبل كلهم كيقول لك صافي غير 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 نطلق. واخا مازال تبغي نبداو بمسرح ولا بحاجه اخرى؟ حبات لك الخاطر ديالك. يلا هلا نبداو واحد شويه ديال السينما. السينما اللي غايبه شي شويه. مريم زعيمي كما قلت 12 سنه تقريبا باش تخرجتي من بعد فتره ديال التكوين في الرباط في ليزاداك. تخرجتي في 2008، ومن 2008 للان تعرفت عليك نسبه كبيره من المغاربه من خلال التلفزيون، وبعض منهم من خلال اعمال مسرحيه. ولكن 12 سنه ما فيها ولا دور واحد ديال السينما الكبير، وهي مساله غريبه بزاف في المشوار ديال فنان اللي بان وقناع منين بان. بغيت نفهم معك شويه شنو ناقصك مريم؟ ونكذب عليك جو سي با، ماشي انا اللي كنقرر في هذا الشيء، ماشي انا اللي كنصاوب الافلام، ماشي انا اللي كندير اخراج الافلام، ماشي انا اللي كنكتب سيناريوهات الافلام، ماشي انا اللي كندير الكاستينغ الافلام. ما عرفتش شنو هو المشكل الا بغيتي تقول، الا كان من الضروره انني نكون متواجده في الساحه السينمائيه، الا كان زعما بالضروره انني خصني نكون، فما عرفتش شنو هو المشكل علاش انا ما كايناش. من الناحيه المهنيه ضروري. طبعا لانه بديتي في المسرح وتالقتي في المسرح وبتكوين، يعني ما جاياش من كما كيجيو بزاف دابا حيت راه عمر الميدان، ما جيتيش من السراجم، جيتي من الباب، تكونتي المسرح، مشيتي للتلفازه وتعرفوا عليك الناس وفعلا تبناوك ليماج ديال مريم الزعيمي او هاد الفنانه هذه اللي جات. بالتالي 12 عام كتبان لي، يعني نقدر كنحاول نفهم كيفاش في 12 عام في الباركور اللي هو طويل وحتى تقتراح. كانوا جوج ديال الافلام السينمائيه، انا درت جوج ديال الافلام السينمائيه كون فا با جوتي دون لا بوبيل بيان سور، سي دي رول كو جي في، سي دي فيلم افيك دي رياليزاتور اللي معروفين في المغرب،
مي مازال ما درت شي فيلم اللي كما كيقولوا فهمتي بحال كي كان مثلا بنات لاله من في التلفازه كتجي شي حاجه وكتدفعك فريمون القدام القدام واخا هذا نو فو با دير ان الافلام ما كانوش زوينين مي سيتي با لو رول كنقولوا كل واحد كيكون عنده ان رول دو سافي هو اللي كي اللي باش كيحقق ديك الديك اكزاكتومون مازال ما كاينش وفعلا لعبتي في جوج ديال افلام سينمائيه واحد منهم ديال سعد الشرايبي اكزاكتومون سعد الشرايبي وواحد كان تخوا كور ميتراج اونتر نرجس نجار هي اللي خدمت معها انا في لابارتي ديالها هشام العسري ومحمد مفتكر محمد مفتكر اكزاكتومون ولكن لما كنتابعوا مشوارك في المسرح وفي الاعمال السينمائيه كيقول المتتبع بان هذه السيده ما يمكنش ما تكونش تمنحات فرصه حقيقيه باش تلعب دور كبير في عمل سينمائي كبير. غنبقى ندور في نفس الكلام لان صعيب باش المساله انها يستوعبها الانسان العاقل. في الوضع الحالي ديالك كنظن بانك انت عارفه بان لاكارير ديالك راه ناقصها عنصر مهم ان لم يكن هو الاهم والا غتبقاي مع مرور الوقت تدوري في نفس الحلقه مازال ما فهمناش مال السينما والناس ديال السينما معاك راه كاين ممثلات بلا تكوين وهذه هي اللي كتجيني انا غريبه غير باش نوضحوا الامور كاين ممثلات بلا تكوين واحيانا بلا موهبه وجاو من بعدك وكنشوفهم كيلعبوا ادوار اولى في افلام ديال السينما ما نكذب عليك لو قلت لك عندي جواب بلال ما يمكنش يكون عندي الجواب ما يمكنش يكون عندي تبرير لان انا ماشي مسؤوله على هذا الشيء فهمتي انا ماشي مسؤوله على هذا الشيء ف نكذب عليك ما كيعيطوليش كاع زعما حتى اللي كاسي نهائيا دابا انا بصدد البريباراسيون واحد لو لون ميتراج جيسبيغ كو سافا ايت لو رول دو لا في كومون دي واخا وهذا المشروع هذا اللي جاي انت واش كتسهم في الكتابه لا 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 اخ اجا قتا ايوا لا هو راه مخ عليا الله يشوف الله يكمل بخير بالعكس انا مادام طرحت السؤال لانه فعلا 12 عام في الكارير ديال الانسان اللي بدات وماشيه بتدرج وراه حشومه ياك بيني وبينك حشومه ماشي بيني وبينك بيني وبينك ومع الناس حشومه لانه اللي كيحز في النفس كما قلت الناس اللي غير جاو وسو بريتكست ديك الكاستين سوفاج وهذا الشيء كتجبر الميدان عمر بالناس اللي غير جاو ودابا هو شوف الكاستينغ سوفاج من حق المخرجين كاملين فهمتي من حقهم باسكو سي فري كو دي فوا بلو كاستينغ سوفاج كنطيحو في دي بيرل غار اللي كيصدقوا دي فوا با سوفون ولكن من حقهم يجربوا غير هو ما تكونش نسبه كبيره من الافلام اللي كلهم يمشيوا للكاستين سوفاج على حسب التوجه الا كان عندك والا كيولي كلشي سوفاج الا كان عندك توجه ديال الفيلم اللي خاص فيه وجوه جديده هنا ممكن الامر يتفهم ولكن الا كان الفيلم كيتطلب او المشروع الفيلم كيتطلب ناس اللي حريفيه وراه خصك تعيط لهاد الحريفيه وعلى كل حال ماشي مشكل ولا هو مشكل ولكن المهم زيدوا المهم نزيد باوي باسكو سينو غنبقاو مبلوكين حيت لا انت لا انا مسؤولين على هذه القضيه دونك شنو غنبداو نقولوا فلان ما مزيانش وفلان ما مزيانش ايوا المهم والسي سي ام ما مزيانش ما كيحطش دي باغيم ولا دي كونديسيون دي باغيم خصهم يتحطوا وي مي اون ميم طون تو بو با انلفي لو دروا علاش خصو يتفعل ديك الحاجه اللي كنا ديما كنتناقشوا فيها حتى اون دور ديال الاستوديو مثلا ديال قانون الفنان علاش خصو يتفاعل الا كنا غندير واحد الحاجه خصها تتفاعل في الحاله ديالك انت كان من المفترض حاليا مريم انك تكوني كتشتغلي في سينما ومن الفتره الاخرى نسمعوا بانك كتقضي فترة تكوينات بحال الاكتين ستارت مثلا دابا اللي هي موضه اللي كتزيد تفتح لك افاق اخرى وكيمشيو ليها ممثلين مجربين بحالك يعني الناس اللي حريفيه باش يعرفوا طرق جديده في التشخيص وكيفاش يلعبوا ادوار اللي كتواكب الوقت ديالنا بمعنى انه الناس في دول اخرى عندهم فرص ورغم ذلك كيمشيو كيديروا الاكتين ستارت مثلا غير باش يواكبوا الابديت للاسف ما كاين والو اصلا الادوار اللي في السينما هي ما كايناش اقتراحات لا بالنسبه لك لا بالنسبه لممثلات اخريات مجربات راه كاين حالات اخرى للاسف كما قلت لحسن الحظ كاين المسرح اللي كيخليكم مره تنفسوا وتخرجوا ما يعتمل في الدواخل متفقين وي سي سور اوغوزمون كاين المسرح اوغوزمون كاين المسرح وصراحه حتى التلفزيون كي بون ما سي با ما كيخليكش تخرج لينيرجي بحال المسرح ولا تخرج كاع داكشي اللي عندك بحال المسرح باسكو توي كونديسيوني باغ بزاف ديال الحوايج ولكن انت هو جو بونس مرحله مهمه في
في الحياه المهنيه ديال كل ممثل. اما قلنا شي فورماسيون كونتينيو بعدا نشتغلوا عاد نمشيو نديروا فورماسيون كونتينيو. لا شوف فورماسيون كونتينيو راه قلتيها باش تواكب واحد التطور باش تواكب واحد يمكن مخرجين جداد كيجيبوا دي ستايل جداد او لا دي برودكسيون جداد كيتعملوا مواد جديده اللي مهتمين بها لي جون فوالا. اما تمشي دير مواكبه وانت اصلا غير بلا فورماسيون ديالك كتحس براسك بعض المرات تي اوبليجي دو ليسي طومبي شي حوايج اللي هما كانوا دي برانسيب باش تواكب باش تواكب مي باش تواكب في السونس انفيرس في السونس انفيرس في السونس انفيرس. واخا انا فكره منح الفرص بطريقه غير مهنيه للناس غير مهنيين، وهذه تطرقت لها مع ضيوف اخرين من قبل. في العالم كامل مازال كاين حديث حاليا مريم على حمله ميتو. حمله ميتو اللي كتندد بالتحرش الجنسي على خلفيه قضيه المنتج الامريكي هافي وينستين. هو منتج امريكي متهم في قضايا تحرش وابتزاز جنسي الممثلات ومشتغلات في القطاع بشكل عام مقابل انه تعطى لهم ادوار في اعمال فنيه. الحمله خدات ابعاد كثيره وفي عديد من بلدان العالم. تم فضح واحد الممارسات اللي حصلت او كتحصل. زعيم نكمل ولا نوقف؟ في المغرب المخرج والمنتج هشام حجي اللي كان بلغوا التحية هو اللي الوحيد اللي تحدث على هذا الشيء واستنكر بعض التصرفات غير الاخلاقيه اللي كيتعرضوا لها ممثلات. من خلال متابعتك انت كتظن بانه هاد التصرفات كاينه عندنا ولا كاينه علاش كيسود الصمت وحتى واحد ما كيندد؟ وهذا راه ماشي سؤال شخصي يعني انا كن جو بونس غادي يكونوا ما يمكنش ما يكونوش. جو بونس غادي يكونوا بون ان توت فرانشيز انا بيرسونيلمون جي فيكي اون petite expérience d'harcèlement si tu veux اللي هي شويه انديريكت حاله تحرش بطريقه انديريكت ولكن بقات راسخالي في الذهن ديالي. مي زعما اون توت فرانشيز ما عمرني ما تعرضت زعما لشي حالات بحال هكا اللي حيت انا ما نسكتش وراه هادشي هو اللي خصو يكون. انا زعما ما نسكتش انا نقدر نبدا بيدي هي الاولى فهمتي قبل ما نداد ولا هي راه نبدا بالتكداد هو الاول عند الفضحه ديال هذه الممارسه. اكزاكتومون زعما بيرسونيلمون ما عمرني ما تعرضت لشي حاجه بحال هكا مباشره اللي تخليك انك ما تسكتش عليها فهمتي. هذه اللي قلت لك انا تعرضت لها كانت فريمون بطريقه غير مباشره اللي الا دويتي غادي تقلب لك حلاسك في راسك لان هي دايره غير بحال هكا دايزا. هو راه تحرش سوفون كيبدا بطريقه غير مباشره. اكزاكتومون ولكن تحدات تما لان قطعت انا العلاقه ديالي بذاك الشخص لا مهنيا ولا في اطار صداقه ولا إنسانياً ولا كل شيء فهمتي. لان ملي كتحس براسك اون دونجي انا بيرسونيلمون ملي كتحس براسي اون دونجي جو بريفير نمشي في حالي كون نبقى ناخذ لو ريسك ديال نوصل لشي حاجه اللي غادي تحمد العقبه. لان الخطير في الامر هو باش يفهموا الناس المعنى ديال هذه الحمله ديال ميتو اللي كاينه في العالم بمعنى انه ما كنهضروش على علاقات بين اشخاص اللي رضائيه. لا هذا مثلا تحرش مقابل دور. هنا فين كاينه الخطوره وكنظن لما في بلدان عربيه تم تطرق للموضوع وكاين الناس اللي قالوا بانه فعلا كاين ادوار للاسف كتمنح الناس ما عندهم لا تكوين لا موهبه لا وكتجي كتجبرهم كيتمنحوا ادوار للناس ما خصهمش يكونوا في ذاك الادوار. ولكن زعما باش نكذب عليك نقول لك نكونفيرمي لك ان بصح راه بهذه الطريقه كيتم اعطاء الادوار ما نقدرش لان ما شفت حتى حاجه بعينيا وما سمعت حتى حاجه بودنيه. ولكن انت مع فضح هذه التصرفات هذه؟ اه لا بيان سور زعما وفي نظرك علاش الناس حنا بحال ملي كتجبد هذا الموضوع ملي كتحاول تناقشوا بنادم بحال كيتشوكا علما انه افضل الحل هو انه تشي تناقش واي واحد انسان غلط علاش كيتشوكا؟ كي الصمت لاسباب كثيره ربما ما عرفتش كاين او لا هو شوف اسمح لي الا تشوكا شي واحد صافي غير في بارتي دو جو تو سامبلومون متواطئ حيت ما يمكنش على هادشي ما كيشوكيش لان لاغسيلمون او التحرش كاين فين ما مشينا كاين في الزنقه كاين في القهاوي كاين فين ما مشيتي كاين تحرش يعني ماشي غير في لو دومين اللي غنشدو غنسكتو عليه كاين تحرش غنهضرو عليه كوسوسوا في الزنقه ولا في الخدمه ولا في الدار ولا ولكن كيولي اخطر ملي كتولي حاجه مقابل حاجه يعني كتستغل وضعيه باش انك ولكن دور مقابل صعيب هذه القضيه جو بونس تستغل شي واحد
جو بونس ماشي تستغل، تحاول تمرر الفكره ديال انه اذا شوف كتدق وكتحل الباب تو سامبلومون. هذا الشيء نقدر نقول لك كاين، كاين دقان وكاين حلال البيبان. اما بنادم كيجي وكيحاول يفورسي لا بورت لا لا جو نو بونس با، فهمتي؟ غيكون التحرش في هذا الشكل، سيتادير كو لو ميليو غيقدر يكون فيه داخل هذا الشيء اللي بوغي في وسط الخدمه، فهمتي؟ سيتادير في وسط الخدمه ممارسات الدارجه ديالنا موسخه، فوالا ممارسات موسخه في وسط لو دومين، ولكن فيها الدقان وفيها الحلال. انت المهم مره واحده حسيت بانه كاين دقان وسديت الباب وسديت الباب الحديد وشديت لاسونسور وطلعت. ولكن مزيان انه غير باش تكون اشاره للناس اللي ربما مستقبلا بحال ان التصرفات هذه خصها داير. هذا الانسان هذا اللي كنهضر عليه فهم راسه ومن بعد صافي ما رجعت العلاقه عاديه ما فيها حتى شي، فهمتي؟ لانه عارف حتى المزاج فوالا، لا عرف راسو انه ما يمكنلوش يزيد فوق هذه المحاوله اللي اللي دايره من هنا، عرف انه ما يمكنلوش يزيد فوق منها. ايوا واخا واخا نمروا للاعمال التلفازيه ولا نديروا الطلاع على المسرح عاد نمشيو للتلفازه؟ اللي بغيتي ندير واحد الوقفه مع المسرح عاد نمشي للتلفازه. داكور واحد المشروع ديال مولات الحيط. اييه كونتيو فرقه اللي كتحاولوا انها ما تسناوش فقط مال الدعم، وهي بادره حتى هي كتحسب لك، ومازال الشطر الثاني تقريبا خصو ليه وقت طويل للمسرح معك. كنتي انت مولات المبادره انت والسعديه لدي معكم عادل اباتوراب طريق الربح. غير هو درتي شحال العروض تقريبا؟ واحد الخمسه. وعلاش تبلوكا المشروع من بعد؟ تبلوكا المشروع من بعد حيت صعيب تبيع المسرح في المغرب. صعيب صعيب بزاف، صعيب بزاف. اولا حنا اون با لي زوتي باش نبيعو يمكن مسرحيه زوينه، ماشي حيت انا فيها، مي صح النص زوين كلهم تبارك الله، النص زوين والاخراج زوين ديال سي محمد الحر. انا وسعديه وعادل هما اللي كاينين سوغ سين، دونك المهم انا كيبان لي العرض زوين، حيت صعيب تقول على شي حاجه ديالك زوينه، فهمتي؟ ولكن صعيب تبيع في المغرب. ولكن هذا البلوكاج هذا كان جا بطريقه مفاجئه. صعيب الوغ جانب مادي لعب شويه في هذا. كاين جوج ديال الحوايج، كاين حنايا حنا اللي مكلفين بالفرقه ياك، انا وسعديه. حنا ما كنعرفوش نبيعو، ماشي التخصص ديالكم، ماشي التخصص ديالنا وما عرفناش، ونا ايسي مي سا نا با مارشي. دونك فالي شيرشي كيلكان اللي فالي شيرشي كيلكان، اون با تروفي اون بيرسون جوسكا ماتنا اللي تقدر دير هذه الخدمه كوريكتومون. اما هو المشروع قائم مازال؟ المشروع كاين، حنا مازالين الفرقه كاينه والمسرحيه باقا كاينه، مجدد عليها في واحد البلاكار كنتسناو. واخا الا كتعرف شي واحد موجودين خص غير انتم، واش عندكم النيه ديال لا بيان سور كاينه، بيان سور كاينه النيه، بالعكس راه كل نهار تقريبا كنهضروا على هذا الموضوع. لا مزيان واخا واخا نمشيو نطلعوا على الاعمال التلفزيونيه، ولكن مازال نرجعوا للمسرح. في التلفزيون كنشوفوك سنويا مره على الاقل، كنشوف بعض الاعمال مثلا من نعم لا لا ديال زكيه الطاهري وابتسمه مريم. واخا نعطيك مشهد من المسلسل. انا ضحكت كاع من جيبتي. نعطيك مشهد من المسلسل ونرجعوا نتكلموا عليه مع احترام كامل لفريق العمل كامل. نعطيك المشهد ونرجعوا باش نشرح علاش كان شنو بغيت نقصد. واخا. واللي عاود لك على لم سعديه؟ ها؟ شنو كيعجبها؟ شنو ما كيعجبهاش؟ كيفاش باغا تفرج دارها؟ ريدويات، تلانط، الزرابي، الحيط، الصباغه، كلشي. شنو قلتي؟ واخا مريم. نعم كنظن هذا المقطع راه كيشرح داك الكلام اللي قلت من قبل، كيتكلم على راسو براسو. اها واخا هاي باش نشرحوا علاش كنتكلموا. فهذا الممثل ملي كيكون كيأدي واحد الحاله خاص يكون فيها بحث على ما يعادلها في الواقع، شويه في زعما في الحياه ديالنا باش يفهموا الناس اللي كيتبعوا، ما هي في الحياه العاديه يجبروا واحد ما يعادل في الواقع، حتى ولو تطلب الامر انه يستعمل الذاكره ديالو سواء انفعاليه او تخيليه. يعني كبر السوق دابا. هنا كنشوفوا في هذا المشهد هذا بشرى اهريش اللي كنبلغها التحيه كتقلب على شخص، كاميرا اموغس، ثلاثه ديال الممثلين من ضمنهم انت، وهي كتبحث على شخص اللي موجود معاكم.
شي حوايج ما فيهاش لحد الادنى من استعمال الذكاء والصوره ديال الممثل هي اللي كتقاس. باش نفسروا هادشي في نظرك؟ دابا شوف كاين جوج حوايج في هاد المساله هادي ياك. كاين كيفاش تصورت لاسين، وكاين هاد الشق الثاني اللي هضرتي عليه ديال الصوره ديال الممثل هي اللي كتقاس. هادشي هو اللي خصهم يفهموه الناس. هادشي هو اللي خصهم يفهموه الناس. هو ان كاين بزاف ديال الحوايج فريمون بزاف ديال الحوايج في العمل اللي كدار اللي ما عندها حتى علاقه بالممثل. بحال هذه ما عندها حتى علاقه بالممثل. هذا مشكل ديال الممثلين فين محطوطين بارابور الكاميرا والاكسيون شنو هي. سيتادير كو لاكسيون هي ان هي خصها تعيط لواحد السيد اللي ما كتشوفوش الوغ كو هو كاين حداها فوالا. دونك ما عرفتش واش كان مشكل في لا بوزيسيون د لا كاميرا ولا في لاكس ولا في لا ديريكسيون داكتور ولا ان غير وقعت شروينه ديك النهار وما عرف كيفاش فلتات لهم هادي. ولكن اونو كان كا ما خصي سيتادير كو ممكن الممثل يجتهد ياك. ممكن الممثل يجتهد ويقول راه ما يمكنش هاد لاسين تصور هكا حيت راه انا كنشوفو. فهمتي التليفون كيسوني حداك زعما من ناحيه ديال ما يعادل في الواقع. فوالا من ناحيه ديال ممكن الممثل يدخل في هادشي ويقول، ولكن هادشي بعيد كل البعد على الاختصاصات ديال الممثل داخل البلاطو ديال التصوير. ملي كيتكلم كيتخلط له المشكل. نورمالمون ما خصوش يهضر حيت كاين بزاف د العوامل ديك الساعه كيلعبوا. يا اما ماشي شغلي هكا بهذا البرود، لان كاين شي بلاطو اللي كتوصل فيهم بحال هكا اللي كتقول وانا مالي. وانا مالي. وهذه هي وهذه حاله اللي كيوصل ليها الانسان كتكون خايبه. هذه قبيحه بزاف لان فات كتحس براسك بحال كاين واحد المستنقع خايب وانت مضطر انك تجر فيه رجليك. اوبليجي انك تكون فرد من الناس اللي كاينين تما. هذه انا ما كنحملهاش. فاش كنتحط في هذه المواقف ما كنحملهمش وكنحاول نخرج منهم، ولكن بعض المرات راه بصح كتلقى راسك كتقول هي اللي قلت لك قبيله ديال كتقول مصاب غير يسالي هذا الشيء ونمشي في حالي. فهمتي؟ دونك بشرى لا تلام، حنا لا نلام. صافي راه الامور تصح. واش بصراحه جو مو رابيل با علاش تصورت بحال هكا ما عقلتش. ولكن دابا انت ملي شفنا دابا زعما افيك لو ركول مع الاحترام ليكيب ديال الفريق ديال الاشتغال كامل، لان صراحه كانت اون بيل ايكيب وشيف اوبيراتور كان ان شيف اوبيراتور كي فريمون كومبيتون اللي كيخدم مزيان كيفي اتونسيون ا بلان دو ديتاي. هادشي ما كيدارش. علاش دار بحال هكا؟ لان خاطر القمر دابا شي كنحاولوا نشرحوه للناس مريم، لان اللي كيتلام في الديور ديال المغاربه اللي كيتلام للاسف راه هو الممثل. وراه هادشي هو اللي خصو يعرفوه الديور المغاربه. هادشي هو اللي خصو يعرفوه الديور المغاربه، هو ان راه ماشي الممثل اللي كيتلام. بحال انت في الاول ملي كتكلم انت ومحسن مالزي لا عادي لا بدا عاملين الخدمه ديالكم. سيغت ما كاينش ابداع خارق، ولكن كاين يعني حريفيه بجوج واقفين ثلاثه بكم حريفيه بثلاثه، الامور ماشيه هي هذيك. فقط مسكينه بشرى كنقولوا مسكينه بشرى اهريش كتبان في لوغ جو. فهمتي؟ وهذا الشيء عند الناس بالنسبه لهم راه الممثل راه في وضع التسلل. ولكن هذا الشيء احنا شرحناه وديما كنحاولوا نشرحوا. واخا ما كانش خص تكون لامورس باش يبان بعيد. خدم غير بالصيغه مثلا وحلتي، ودابا ولينا نعطيو حتى للمخرجين الدروس. غير خدم غير بلا صيغه. خدم غير بلا صيغه ولا جات تعمل لارج امورس باش انك تبين الممثل بانه راه ساذج. لانه هنا الخطير في الامر انك تبين الممثل ساذج. يعني الا كان الهدف هو الاضحاك راه كتبينه ساذج، ما كيضحكش بنادم. لان انا عندي احنا شفنا المشهد. نهيو الشطر الاولى مريم، ولكن نزيدو نكملوا بعض اللحظات واخا؟ داكو. نلتقي بعد قليل. ترحيب بكل من ينضم في الشطر الثاني من الاف بي ام، اف بي ام المواجهه. اليوم الممثله المغربيه مريم الزعيمي في الاف بي ام. في الشطر الاول تطرقنا للغياب في السينما، مشينا للاعمال التلفازيه، ودابا نمشيو نكملوا ياك مريم. ها؟ قولي ما واجده راه انت واجده من شحال هذه. واخا نبقاو في الاعمال التلفازيه شويه ونمشيو للمسرح. مسلسل فوق السحاب لهشام العسري. حتى هو شفته او بالاحرى شفتك فيه.
الفكره فكره ذكيه، ولكن تناول فيه نقاش ونقاش كبير. انت بدايه قبل ما نشوفوا مقطع ولا هذه، انت المشروع كيفاش جاك الفكره ديالو؟ زوينه، عجبتني انا الفكره، عجبتني الفكره، وكانت فكره جديده ديجا في ذاك الوقت. حتى دابا مازال ما حتى شي واحد معاود تناول نفس الموضوع. فكره زوينه، و بون كنا واجهنا بزاف ديال الانتقادات بارابور لي زوتيس دو لير اللي كانوا داروا واحد، المهم كانوا بزاف ديال لي زوتيس دو لير ناضوا كيقولوا نو ماشي هذا ماشي هذا. انا غنعاود نقولها، جي ديجا دي سا وغنعاود نقولها، لو ميتيي ديال اوتيس دو لير كان غير بريتكست. لو بلوز امبورطون سيتي لا في ديال اون بيرسون كيكون. كان ممكن تكون معلمة، كان ممكن تكون محامية، كان ممكن تكون كسابة، كان ممكن تكون فهمتي. ولكن التناول بعض المرات يلس كيخلي الإنسان كيحس بأنه ربما مستهدف، كاين توجه بأنه كتضرب مهنة معينة، في حين أنه ولكن باش كتضربها؟ كتضربها بالحياة ديال شي واحد، كتضربها إيه؟ بالقصة ديال اون بيغسون في وسط هذيك المهنة. ورا اي مهنه فيها بنادم اللي مزيان وبنادم اللي خايب، بنادم اللي عنده المشاكل، بنادم اللي مهني، بنادم اللي كيدوز من شي مصيبه كحله، بنادم اللي عنده غير الورد في طريقه. كل مهنه فين ما مشيتي كل واحد وكيداير سي دي بيرسون بلوتو، فهمتي؟ دونك ما كلكش تقول انت لما شفتي المشروع من بعد سوغ ايكرون شفتيه بعدا ياك؟ وي بيان سور. كاين اللي ما كيشوفش؟ لا كاين شي اعمال ما شفتهمش، ولكن فوق صحاب فوق صحاب شفتيه. ملي شفتيه يعني افيك لو ركول ما حسيتيش بانه كاين واحد المهنه اللي ربما تكون تقاست؟ ما كايناش هذا با دو تو، ولا انا دايوغ حتى انا معاك با دو تو، لان اوكا مومون ما كان زعما ما كان شي حاجه ضد هذيك المهنه ولا هما كيقراو قرايات واحده اخرى اللي شي شويه ورا كل واحد قولي ما يمكنش نقراو حنا صعيب تبدا تقرا، هو اللي قرا شي قرايه يتحمل مسؤوليته. صحيح واخا اجي نتبعوا واحد القطع صغير غير باش ناخذوا فيه فكره على الحوار اللي عندي عليه واحد الملاحظه صغيره. ماشي حتى مؤاخذه، ملاحظه وانت تشرح لي من بعد. واخا واخا باسكو تعرفي بلي كنبغيك ومبغالك غير الخير. كي دابا باغا تنصحيني؟ ما نافع حتى راسك وباغا تنفعيني انايا؟ فين كنتي هادي عام؟ هادي خمس سنين؟ هادي عشر سنين؟ فين كنتي؟ ما هي ملاحظتك؟ وبركه حوارات بحال هكذا كتبان لك عاديه؟ الحوار ممكن يتلعب بزاف ديال الطرق. ايوا لو ريتم هو اللي كيخدم الحوار. اكزاكتومون، لو ريتم كيخدم الحوار، ماشي الحوار فيه مشكل. الحوار ممكن يتقلب بزاف ديال الطرق، فهمتي؟ يمكن الطريقه اللي مقيول بها الحوار هي اللي هي كيفي ان بو سا ديرونج شويه ان تي بو. راه كاين بون ما كنهضرش على هذا. كاين الممثل اللي كياخذ سيناريو وكيقراه وكيعاود يقراه ولا في ديال كل نهار كيشوف لي سيكونس اللي غيخدمهم وكيقراهم وكيشوف كيفاش غيلعبهم، ولا عنده شي اقتراح ديال اللعب اولا مع الممثل الفلاني اللي معاه غيقدر يدير هادي ولا اي بو سو بيرميتر انه يبدل هادي ولا يدير هادي. وكاين الممثل اللي كيجي في وسط لا سيكونس وكيقول لك اسمح لي شنو كنقول هنايا؟ دابا انا هذه الطريقه. ولكن بون سي فري كو كيتلام فيها الممثل شويه هاد القضيه هادي. كيتلام فيها بزاف امرين، ماشي بزاف. لا كيتلام فيها بزاف. لا ماشي بزاف بلال، انا نقول لك علاش ماشي بزاف. نقول لك علاش ماشي بزاف، حيت بعض المرات وبزاف ديال المرات كنخدموا بدي سيناريو ما كاملينش، كنخدموا بدي فيرسيون ماشي فينال. ولكن هادي راه الممثل راه قابل انه يدخل في هذا ما عندكش فين تدخل من غير هذا الشيء. ما كاين حتى شي حاجه اخرى عندك تدخل فيها من غير هذا. كاين المشاريع اللي كنوصلوا السيناريوهات. بيان سور كاين المشاريع اللي فيهم السيناريوهات مثلا. في هذه السنوات حضرت لك في التوراج ديال عين الحق مثلا، قلت لك واش وصل لكم المشروع؟ قلت لي كاين المشروع. بيان سور. لا ما انا ما كنقولش كاع المشاريع، غير كنقول لك اي اونكور تو اي اونكور راه كاين. هي راه بحال جو في بيرميتر دو دير سا،
شكون لك؟ بحال شي دلاحه ما تعرفاش كيفاش تصدق انت وزهرك. لا كومبينيزون دونك لانارشي شويه لا كومبينيزون اللي كتكون مره كتصدق في شي حاجه مزيانه، مره كتصدق في شي حاجه مويان، مره كتصدق في شي حاجه خايبه مره كتصدق في شي حاجه ما فيها ما يتشاف. بعض المرات كتكون دخلتي غير حيت خصك تخدم وكتلقى راسك في شي حاجه كتفاجئك بوزيتيفمون والعكس. انا بغيت مريم غير نعرف شنو هو الهدف اللي بغينا من الدراما التلفزي، لان في هذا العمل نقطه البدايه معروفه ولكن من بعد كننتهيو كما قلت في حوارات في كل الاتجاهات في بعض المرات وما كاينش خيط ناظم بينها وكيولي العمل كامل كيبان تايه. هو ممكن تركز معاه ولكن كيبان لك الحاله ديال التيه، رغم ان الفكره في اساسها فكره تقدر تكون جيده. راك واقيلا تكوني لا في هذا العمل لا في اعمال اخرى تكوني كتحسي بالملل ملي كتمشي للبلاطو وتصوري اعمال تلفزيه، اكيد بانك تعيش لداخل ديالك الملل ولكن كتقول بعض المرات خصني كتتحدى الملل. لا بعض المرات كتتحدى الملل وكتتحدى حتى داك الشيء اللي مقبل وحنا كنهضروا عليه، كتتحدى بزاف ديال الحوايج، كتتحدى بزاف ديال الحوايج اللي شتي صراحه كاين بزاف ديال الحوايج كيوقعوا اللي ملي كتبقى ترجع لاسورس كتلقى راسك ما كتعرفش حتى شكون تلوم. ما كتعرفش حتى شكون تلوم. ما واضحش كيفاه. وهذا السؤال ولا ماشي ما واضحش كيفاه كوا، ما واضح جوستومون كيسكون فو اكزاكتومون. شنو باغيين الدراما ديالك؟ شنو بغينا؟ وهذا السؤال اللي يقدر يجاوب عليه هو المسؤول على هذا الشيء، هو الناس اللي كيطلقوا هاد لي زابيل دوفر وكيبغيو يديروا مسلسلات وكيبغيو يديروا دراما مغربيه وكيبغيو يديروا منتوج محلي لواحد الجمهور مغربي. شنو بغيتي تقول لهذا الجمهور؟ شنو بغيتي تمرر ليه؟ شنو بغيتيه يتفرج؟ شنو هي لا كاليتي اللي بغيتيه يشوف؟ يعني خصهم يعني كما كيتعمل في بلدان اخرى ممكن تعمل ايتود دراسه باش نعرفوا الناس شنو باغيين او لا شنو هي الحوايج اللي تقدر ترقي لهم شويه التفكير ديالهم يطلعوا لفوق. الا بغيتو يترقى شنو هي الا كنت باغي يترقى. ايوا حنا كنطرقوا من حسن النيه ديال انه هذا سؤال كبير. واش بغينا بصح الذوق العام يرقى؟ واش بغينا بصح بنادم يوعى؟ واش بغينا بصح بنادم ما يبقاش يقول وراه حنا غير في المغرب؟ حيت دابا يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك ما عندوش بارابول في الدار، كلشي عنده الدي في ديات، كلشي عنده ليكتور دي في دي، كلشي كيتفرج في اعمال امريكانيه عربيه عربيه تركيه اوروبيه مود بلاجه اللي بغيتي كاين سيتادير وكتعجبو سيتادير كو الناس كيعرفوا شنو هي الحاجه المزيانه مي مالغري تو كتعجبو اكفس حاجه درتيها انت اللي انت يندى جابينك حيت درتيها حيت كيبغي يبقى مرتبط بال كيبغي يبقى مرتبط القرب العاطفي والجغرافي القرب العاطفي والجغرافي مي اوسي كاين واحد الحاجه اللي هي خطيره انا ما كتعجبنيش هي دو توت فاسون حنايا فوا حسن من والو كتحسي بالملل في بعض الاعمال كتلقى راسك مدابز مع راسك داوي لا كنرجع غير باش نرجع لك حيت بعدنا عليه كتحس به وكتلقى راسك ما عارفش شكون تلوم علاش هادي ما مصاوباش ولا علاش هاد الريتم داير بحال هكا ولا علاش هاد لي كونديسيون ولا علاش هادي ولا علاش هادي مي باسكو يدو في درو يدو في درو يدو في درو كترجع لا سورس ديال كيس كون فو فيغ دو سا شنو بغينا نقولوا بهادشي شنو بغينا نديروا علاش كنديروا هادشي علاش كنديروه نهار نجاوبوا على هاد السؤال ديال علاش كنديروا هادشي غادي نعرفوا كيفاش نخدموه حيت ما يمكنش تكون باغي دير شي حاجه مزيانه و وتبداها جوج سوايع قبل من ما يمكنش الدور اللي مازال راسخ في الذهن ديالي انا شخصيا هو مسرحيه ديال حاده مرا كتبحث على الحب حتى لا فيش ديالها زوينه الوغ كو سا رومونت سنوات من بعد سنوات من قبل مرا كتبحث على الحب والقالب سياسي مع اقحام نفس من السيره الذاتيه بينتي على قدرات كبيره في التشخيص انا نهار شفتك اول مره شفتك في المسرح علاش من بعد ما تكررتش التجارب من هذا المستوى كيفاش فريق كان كيشتغل بطريقه احترافيه تشتت والسبل ديال دابا تيات تفرقات باختصار علاش ما كنحتفظوش على المكتسبات ونزيدو نقويو التجارب الناجحه وعلاش التجارب الفاشله كتنجح في الغالب عندنا والتجارب الناجحه هي اللي كتفشل بون كان ممكن نقول لك التجارب الفاشله كتنجح حيت كيكون فيها
بزاف ديال الخواض وبزاف ديال الدين، فهمتي؟ ديك غير اجي نسلكو باش نربحو الفلوس، داكشي علاش كتسر، داكشي علاش كتنجح. والتجارب الناجحه حيت كيكون فيها المعقول وكيكون فيها الخدمه، وكان ممكن نقول لك هذا الجواب، ولكن في هذا لوكا هذا بالضبط سي با سي با سا. في هذا لوكا بون، في هذا لوكا بون نهضروا على دابا تياتر بيان سور، دابا تياتر. وعلاش 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 ما شفناش من بعد عمل بحال هذا جوستومون؟ علاش دابا تياتر تشتتات؟ دابا تياتر تشتتات حيت اون توت فرانشيز المسؤول على الفرقه بغى يعيش تجارب اخرين، تو سامبلومون تجرب حوايج اخرى، بغى يجرب حوايج اخرين، بغى يجرب حوايج اخرين ماشي بنيه خايبه ولكن بنيه مزيانه ديال بغى يجرب حوايج اخرين. تو سامبلومون. ولكن نتوما ملي كنتوا عايشين التجربه من الداخل كنتوا حاسين بانه راكم انكم كتبنيو واحد التجربه اللي اللي سوليد. اي الصراحه الا سولتي اي واحد فينا حنايا الناس اللي بون، انا ما نقولش انا من الاوائل، ولكن انا يمكن التحقت بالاوائل اللي كونوا دابا تياتر، اللي هما اللي كان لهم الفضل باش دابا تياتر ولات دابا تياتر ولا ولات عندها اسميه ديال دابا تياتر. ممكن نعطيو بعض الاسماء اللي كان معكم، كان معكم جميله الهوني، ايمان الرغاي زعما. وطبعا كان الاخراج وكان جواد السناني. لا زعما جواد السناني وي، ولكن كانوا بزاف ديال الناس معاه اللي كانوا هما الاوائل. جون بحال في الممثلين كنقولوا جميله الهاوني، ايمان الرغاي، كاين دريس كسيكاس، كاين ايمان الزروالي، كاين ماها صانو، كاين بزاف ديال الناس اللي كانوا من الناس الاولين اللي خدموا باش تعرفات شي حاجه سميتها دابا تياتر. وجواد السناني كان كيشابوتي ان سيغتان مومون، بدات كتشتت بشويه بشويه جوستومون باسكو جواد إلا في دي زومبيسيون، احلام احلام اللي هما ما كيمشيوش فورسيمون في ان هاد التجربه خصها هي تطلع للفوق، فهمتي؟ كان باغي يدير حوايج اخرين ويجرب حوايج اخرين، ومازال زعما كيقلب على شنو شنو هما الحوايج اللي باغي يدير وشنو اون فيت اي فو توجور اكسبيريمونتي، فهمتي؟ كيبغي دائما اكسبيريمونتي، كيصايب الحاجه وكتعجبو كيقول صافي هذه مزيانه وصلنا لها دونك اجي نديرو حوايج اخرين، فهمتي؟ جو بونس كو سي سا. اي دونك فوالا هذا الشيء خلى ان دابا تيات خلي عرفتيها انت واللي شفتي فيها حده ما بقاتش. مازالين كنخدموا في حوايج اخرين مجموعين، كنتلاقاو في دي بروجي، غير ليكسبيريونس بيان سور ليسبري دابا تياتر ما بقاش، ليسبري دابا تياتر ما بقاش، وليكسبيريونس ديال دابا تياتر ما بقاش. اي جو لو دي افيك بوكو داميرتوم سا مو اوسي مو اوسي واخا. دايوغ هاد لا بيس هادي يمكن نقدر نقول لك هادي اعز بيس عندي، زعما عندك هي وبسيكوز 448، مي هادي بوكو بلوس باسكو انت اللي ترجمتيها من الفرنسيه. انا اللي ترجمتها من الفرنسيه العربيه، و وحيت بالعربيه اوسي، وحيت المهم كان فيها واحد الانرجي في شكل لا في الخدمه ديالها ولا في كل شيء ديالها. واخا ها علاش قلت لك انا التجارب الناجحه طبعا المرات كتفشل، والفاشله كتنجح، لانه شفنا تجارب دابا مؤخرا ما عرفتش واش نقدروا نقولوا ان التجربه ديال دابا تاعت فشلات ولا غير تسالات اولا كتمنوا انها تكون غير توقفات، حيت فوالا اولا توقفات حيت سالات نو فو با دير انها فشلات. حيت سالات فريمون في القمه ديال العطاء ديالها، سافا با دير انها فشلات. ايوا شوف انا كنمشي وفق عاوتاني ما تقوليش كتعمل مقارنات، ولكن في 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 ما هو متعارف عليه، ما هو متعارف عليه المسار الطبيعي هو انه لا كونتينيتي لا كونتينيتي. الله يعطيك الخير. وعلى كل حال واخا كنتمنوا يكون هذا غير توقف اضطراري في انتظار انطلاقه جديده، وكنبلغوا التحيه لكل الفريق اللي كنشتغل على دابا تياتر كومبري جواد السناني. واخا متبعه مؤخرا النقاش اللي داير حول المسرح شي شويه في البلاد، عندك شي تعليق على هذا الشيء؟ متبعه بعدا شويه ماشي بزاف. انا نقول لك واحد الحاجه عليا ما عرفتش واش كتعرفها ولا لا، انا ما كيعجبنيش نهائيا ندخل في هذا الشيء. ماشي هادشي تبعو زعما تبعو ولا نسولو فيه، سي تادير كو ما فيش ابداع. لا كيحرك هادي غير قلتها لك اونتر بارونتيز زعما على غير جانبا، مي سينو وي سمعت بيان سور وتبعت شويه. اي اش غنقول لك، حشومه اكثر من حشومه، عيب اكثر من عيب، عار اكثر من عار. الناس ديال المسرح كيتقاتلوا، الناس ديال المسرح هما افقر ناس، هما الناس اللي بصح كيتعطاهم كما كنقولوا جوج دريال وكينوضوا يعرقوا عليها كل نهار باش كيديروا شي حاجه. ما يمكنش حبا في المسرح ما يمكنلكش تنفي الابداع في هذه الحاله، امبوسيبل تنفيه. كما قلتي قبيله
لعبنا في مسارح، لعبنا في قرى، لعبنا في مناطق نائيه، لعبنا في ساحات ديال المدارس، لعبنا لعبنا في ساحه ديال الجامع، وحبسنا بيدما داز الاذان وكملنا المسرحيه والناس واقفين كيتفرجوا، واقفين فوق السور كيتفرجوا. واش هادو غدير لهم قاعه مسرحيه ما غيتفرجوش؟ وهادشي هو اللي صحاب القطاع المكلفين بالقطاع خصهم يشوفوا، ودور الثقافه كلهم اللي كاينين في المغرب اللي مسؤولين عليهم، الدراري ديال لي زاداك وغيرهم، واش ما كيكونوش فيهم عروض مسرحيه؟ الدراري ديالنا، الدراري ديال المسرح كيلعبوا وكيخيلوا دابا مع انستغرام كلشي كيبارطاجي الجمهور ولا صال كيفاش دايره. وانا نقولها لك، احنا كنمشيو الجولات مع وزاره الجاليه برا والناس كيجيو من كل بلاصه باش كيتفرجوا. يعني كاين ديك لامور بور بيان سور، كاين الناس كيتسناو غير فوقاش تجي عندهم باش يتفرجوا، كساسوا داخل الوطن ولا خارج الوطن. مريم نمشي نعطيك ثلاثه ديال الصور وفي كل مره نخليك تعليق. واخا واخا، شوفوا الصوره الاولى. الله، هاد السيد شنو نقول لك؟ الله يرحمه سعد الغازي. سعد الغازي الله يرحمه. سعد الغازي الله يرحمه. هذا سي ان كوستومي اللي خدمت صراحه معاه بزاف ديال المرات، خدمنا بزاف. ما عرفتش عمري ما درت على شي واحد ميت. ومشى صغير، مشى صغير بزاف وبواحد السرعه فائقه، بواحد السرعه ما يمكن. انا النهار اللي قالوا لي جيتي بالا كنت في خارج، كنت خارج البلاد، وفاش قالوا لي بصح ما تيقتش بديت كبقيت وبقيت واقفه في واحد المول غير على ود الويفي باش كنعيط من واتساب باش نتاكد، واخا اكد لي الاول والثاني والثالث وانا باقا كنعيط باش نتاكد واش بصح، لان اونتخ دخل الكلينيك عيان فاتيغي، ونهار اللي مات راسي بسرعه كبيره وكان كيزرع الفرحه، كان زوين. كان زوين بزاف. وبالضروره الناس اللي كيشتغلوا في القطاع، سواء في كيشتغلوا على الديكور اولا في الملابس، سوفون كيكونوا الناس اللي مساكن كيدوزوا ان ابيرسو. انا هذا السيد هذا لما ما كنتش كنعرفو عن قرب، ولكن كنسمع بالاشتغال ديالو، لما رحل بقى في الحال كيفاش انه الناس كيمروا مرور الكرام لانهم ما معروفينش. هذا السيد هذا اشتغل في بزاف ديال المشاريع الفنيه، واليوم جات الفرصه ان نوماج لهذا السيد هذا، ان نوماج، ان غران توماج سعد. واخا نشوفوا صوره ثانيه. هاد السيده هذه اسماء هوري، مخرجه مسرحيه، خدمت معها جوج ديال المسرحيات منهم بسيكوز 448 اللي عزيزه عليا بزاف. شنو بغيتيني نقول لك عليها زعما؟ بالنظر انه في المسرح ما عندناش مخرجات كثار، مثلا كاين دابا اللي تميزات كاين اسماء هوري، نعيمه زيطان، عدد قليل. اشتغال العنصر الانثوي في المسرح حاجه اللي خصها تدعم كندن. صافا نهضروا كليغمون، وقع بيني وبينها واحد سوء تفاهم، اختلاف اللي ما عمره ما تحل، وصافي وما نظنش انه غيتحل. ولكن هادشي لا يفسد لي للودي قضيه. لا ودي قضيه اختي، وانا لما طرحت عليك الاسم بصدق ما كنتش عارف. انا جست داكشي علاش ضحكتيني. انا بالنسبه لي واخا، ولكن اشتغال العنصر الانثوي في المسرح مهم وي. هذا هو. واخا نشوفوا الاسم الثالث. نعم، يو هذا سي امينيم. امينيم، وغادي يتسالوا بزاف الناس علاش عطيتك الصوره، انت في نظرك علاش عطيتك الصوره معايا؟ على ود لا نيو دي زوسكار. اكزاكتو، لا نيو دي زوسكار. كلشي تفاجئ بالرغبه من طرف لي غون فيستيفال اولا من الناس ديال المنظمين ديال الاوسكار، انه فعلا كما قلنا الانفتاح على الانفتاح، وما يبقاوش هذه الحدود هادو. لانه كاين اصناف فنيه اللي عليها احكام جاهزه، مثلا الراب باش نهضروا بصريح الكلام، هاد الناس هادو فتحوا المجال. المهرجان ديال كان العام اللي فات راه فيلم ديال راه فيلم قصير كامل على الموفمون ديال الهيب هوب، اللي ربما كان حقق رابع اكبر متابعه في مهرجان عالمي. بالتالي
راه عندك الجواب. الجواب هو انه راه كاين متابعه، ميمكنش تقصي واحد الصنف فني. ولكن بصراحه باش انه يجبر ايمينيم فلان ويدير زوسكا سي كلك شوز اي فو فور فير. باش سولتك واش ما تفاجئتيش؟ لا تفاجئتي دون لو سونس او سي سي ديفيرون سي ديفيرون فوالا سي ديفيرون مي او فينال الريزولتا كان زوين. واخا مريم وصلنا للكاريكاتور. الكاريكاتور ديال السي خريج الشرادي، نشوفوا الكاريكاتور اللي خصك به ونخليك التعليق. واخا واخا علاش حبستيني في التلفازة؟ علاش حبسني في التلفازة؟ زعما شنو التلفازة حبس شداني على شي حاجة؟ لا بمعنى ربما راك باغية تخرج للسينما أولا تخرج لحوايج أخرين، ولكن وشوف واحد الحاجة ما قلناهاش دابا جات فكرنا بها السينما. تخرج للسينما راه ما خصهاش تكون غير هكا، خصني نخرج للسينما فهمتي؟ خص تكون طريقة مفكرة زعما إلا جيم غي بيان، إلا كنت غنعتبر أن هذه أنني باغا نخرج السينما، إلا جيم غي بيان نخرج خرجة زوينة غادي نستغل هذه الفرصة باش نسلم على نسرين الرادي ونقول لها فيليسيتاسيون على الفيلم ديال آدم اللي بصح درت خرجة مزيانة. هذه خرجة سينمائية هذا وي هذه استفادة من عمل سينمائي. هذه استفادة كتسمى أنك درتي فيلم كممثل اللي خدمتي وخدمك فوالا اكزاكتومون خدمتي دورك والدور هز بيك مريم. نعم قبل ما تمشي المره اللي كاسكيطه ضروري خص لا كاسكيطه في بام هذه نسلمها لك نلبسها الا بغيتي زوينه جاتني عجبات بلا سينياتور ديالها بلا المرميت وداكشي وداكشي ميرسي شكرا شكرا لك انت مريم. اف بي ام شي نو في سا بيان ان بو وي تري بيان دابا كاع بالكادو يا تداكشي تري بيان بالتوفيق وان شاء الله في المره الجايه يكون عمل سينمائي لانه حنا ماشي كنقولوا بانه راه هذا العمل السينمائي هو اللي راه بغينا عمل سينمائي اللي انت تعطيه التجربه ديالك واللي انت تكون الاستفاده ديال مريم من السينما ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق مريم. ميرسي بلال شكرا الى الملتقى. فاس بلال مرمده.